الماتش ديال غدا مع القبيل صعيب، فهمتي؟ لعبنا معاهم ولعبنا معاهم ولعبنا معاهم، وأول الشامبيونز ليغ اللي دينا دينا على ظهرهم وفي بلادهم بالإطار الجزائري، غني على التعريف باش يعرفوا الناس اللي راجعين حق أحرار ما تعرفوا هذاك السيد تا هو، وحنا كنعرفوا المقابلة راه صعيبة، ولكن ديما حنا الأمل ديالنا في الرجاء، تنعرفوا الرجاء مش تبغي دير شي حاجة، أش تدير الرجاء ما لعبش لراسها دابا، داخلة فيها السياسة دابا، وخاص الناس الصحفيين اللي عندنا حنا في المغرب وليو يبقاو يدقدقوا في الرجاء، ما خصهمش يبقاو يدقدقوا فيها، خصهم يعاونوها. شوف الصحف ديال الجزائر ولا ديال مصر ولا ديال تونس، واخا يكون اللي كان عند مشات تكون في شي فرقه لاعبه الدرابو ديال البلاد، راه تنشوفوا واش يديروا عليهم، وحنا تنشوفوا حنا لاعبين في المغرب تيدقدقوا في فرقه، لاعبه خارج المغرب تيدقدقوا في فرقه، ما عرفنا واش هما اللي ماشي مغاربه ولا الراجل اللي ماشي فرقه ديال المغرب، تتلعب على ذاك الدرابو الاحمر اللي تتعلق، وما بغوش يفهموا راسهم، راه ديما الرجاء تتخرجهم، راه كل عام الرجاء تتخرجهم. والامنيه ديالي انا على حسب الامنيه اللي عندي انا دابا حاليا، ان شاء الله الانتصار للرجاء البيضاوي باش تجيب الكاس الرابع الكاس الثالث، وتجيب السوبر كوب حتى هو ان شاء الله، راه ثلاث بروفيلات احنا باقي لاعبين عليهم، ونتمنوا لهذا الجمهور ديال الرجاء البيضاوي ولا ديال المغرب عامه يدعي مع هذوك الوليدات بالنصر ان شاء الله، ونتمنوا من سيدنا هو يدعي معاهم في الصلاه ديالو ديال يوم الجمعه، حيت هذه القضيه داخله فيها السياسه كما قلت، عندنا حروب مع الجزائر راه حنا عندنا حرب معاهم في الرياضه وفي السياسه، ويكون الخير ان شاء الله، يكون الخير ان شاء الله، والله يعاون سيدنا وينصروا، والله يعاون فريق الرجاء العالمي المغربي. مربوحه ان شاء الله، تيجوا الزائر ان شاء الله، رحيمي وما لونك. وبنوصل واحد الميساج لهذوك الناس اللي كيتضامنوا مع الجزائريين وداك الشيء، بنوصل لهم بان حنا راه خوت، حنا راه مغاربه، ولكن من واحد الناحيه اخرى مزيانه، كنعرفوها الرجاء العالمي صافي، ما يشجعنا حد ما نشجعوا حد، ستاش ما كنعرفوها لا كوب نجيبوها من تما، وميساج اخر للعابه، الا ما شفتوش الكوب غيبقاو في المطار بلا ما ترجعوا. كيبان لي الرجاء غتربح، حيت هما كيعرفوا يلعبوا برا، وكيعرفوا يلعبوا في الفينالات، واخا انا ودادي بغيتهم يروحوا، بغيتهم يكونوا في نهارهم ويجتهدوا ويديروا كاع اللي في جهدهم ان شاء الله، ويجيبوا الكاس المغربي. الماتش ديال غدا اخويا ان شاء الله مربوح، معولين على الرباح ان شاء الله، وراه داخلين تشكيله زوينه ان شاء الله يكون رباح، وراه الوداد ما خلينا لهم والو، بقات لهم البطوله، وراه كاين الحماس فهمتي، حتى الفرقه الاخرى راه عندها لعابه زوينين ماشي، ويكون خير ان شاء الله، كنتمناو فريق الرجاء يفوز بمباراه.